فتحي فتحي يا فتحي، والله يا أخي روح رجعت لي لما سمعت صوتك في التليفون. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أقعد. تعرف يا فتحي أنا كان قلبي حاسس إنهم مش هيقدروا عليك. قول لي يا أخويا نفدت من غدرهم إزاي؟ خدت تاكسي وطلعت على كرمة، خدتها من بيتها بعربيتها ولفيت على أكرم وعدوي وعرفت اللي حصل لهم، وعرفت كمان إن البوليس قبض عليك، فجبتها وجيت على هنا وقعدت أتصل بيك من تليفون كرمة كل شوية لغاية ما انت رديت عليا. بقى في حياتك يا فتحي. اوعى اسمعك تقولها تاني يا تربو. اوعى. خلاص يا فتحي حقك عليا. مالك يا فتحي في ايه؟ في ان انا ما دفنتش اخويا اكرم. ولا دفنت صاحبي عدوي. اللي عياله تيتموا بسببي. ولا حتى خدت عزاهم. في اليوم اللي ودعت فيه الشر، الشر مرضيش يودعني وطالنا كلنا. في ان انا مش هقبل عزاهم يا تربو.
غير لما اسرق من دم اللي عمل كده واقطع من لحمه. مالك يا فتحي؟ في ايه؟ مفيش حاجة يا كرم. أنا وصلت لك يا تربة عشان تيجي تاخد كارما وتداروا في حتة لغاية ما أشفي غليلي وأصفي حسابي مع الناس دول. تشفي غليلك إزاي يا فتحي؟ إنك تنتقم بالدم؟ مش كفاية بقى اللي حصل؟ مش كفاية حرام عليك اللي أنت بتعمله فينا؟ حرام ولا كلمة يا كارما. أنا بعت لتربة عشان خاطر يجي ياخدك وتبعده خالص عن الصورة. لا يا فتحي، أنا المرة دي مش هعمل زي كل مرة، مش هبعد عنك وحذرك واعمل حركات الخايبة دي. أنا هفضل جنبك، هفضل جنبك لحد ما تبعد عن السكة الزفت دي. الموضوع ده لا هينفع نتكلم فيه ولا حتى بقى اختيار يا كرمة. يعني إيه فتحي؟ يعني أنا اللي بطلب منك إنك تبعدي. عشان إيه كل ده يا فتحي؟ عشان في حق لازم يرجع وطار لازم يتاخد. ويا ترى بقى الحق والطار دول عند مين يا فتحي؟ لما قريت تقرير المعمل الجنائي المبدئي وما لقيتش فيه اي ذكر لجثتك عرفت ان انت عايش ومفت، وكنت متاكد ان انا لو افرجت عن ماهر ومشيت وراه هيوصلني ليك. واديك وصلت لي يا باشا. عايز ايه؟ عايزك تحط ايدك في ايدي يا فتحي عشان نوصل للي قتلوا اكرم وعدوي خطف بنتي. هتوصل لهم يا باشا؟ هو حد حيشك؟ على فكره انت مسؤول زيك زيهم. اوعى تفتكر ان حركة الورقة دي خلتك تغسل ايديك من كل اللي انت عملته. انا ما طلبتش مقابل قصاد اللي انا عملته. انا بقى اللي بطلب منك مقابل تكفر بيه عن كل جرايمك. وانا ما عنديش حاجة اقدمها. لا عندك كتير. ابسطها، انت عارف مين اللي عمل كده وممكن توصلني ليه. سكتي غير سكتك يا باشا. انت راجل عايز تشوف شغلك، وانا اللي في دماغي حاجة تانية خالص. وايه بقى اللي في دماغك يا فتحي؟ عايزها بحور دم؟ مش مكفيك اللي راحوا؟ دي حاجة تخصني. لا ما تخصكش لوحدك يا فتحي. أنا مش هسمح لك تتصرف بتهور. ما تنساش إن بنتي عند الناس دي. بنتك تخصك. رجعها بالطريقة اللي أنت عايزها. تصرفك بتهور ممكن يعرض حياة بنتي للخطر. وأنا لا يمكن أسمح بكده. لو حصلت ان انا لفق لك مليون تهمه وارميك في الحجز هعمل كده لو انت مش هتتعاون معايا. مش هحط ايدي في ايدك يا باشا. ولفق زي ما انت عايز واعلى مدخلك اركبه. انا كل ده كنت بتعامل معاك بالقانون والاصول يا فتحي، لكن لحد بنتي هفرمك. انا ما بتهددش. خلاص ما بقاش عندي حاجه ابكي عليها. حق أكرم وعدوي هرجعه، يعني هرجعه. ولحد كده وخلص الكلام. يبقى أنت اللي جنيت على نفسك يا فتحي. إيه يا باشا؟ البادي أظلم كده. أنا من رأيي إنك تخرج على رجليك أحسن. عشان تشوف إزاي هترجع بنتك. أنا هقدر الحالة اللي أنت فيها يا فتحي بعد موت أخوك. هدي لك فرصة تهدى وتفكر تاني. بس زي ما قلت لك، لو اتصرفت بتهور مش هرحمك. أوعى تكون فاكر إن أنا عيني هتغيب عنك لحظة. أنت لو خطيت خطوة واحدة بره المكان ده أنا هقبض عليك وأرميك في الحجز بأي تهمة من غير ما أعرضك على النيابة. لحد ما أنا أقبض على الناس التانية وهخليهم يعترفوا عنك. وهعلقك انت وهم على حبل المشنقه جنب بعض.
فكر كويس يا فتحي، الفرصة اللي أنا بقدمها لك دي مش هتتكرر تاني. حط إيدك في إيدي، خلينا نجيب بنتي ونجيب حق اللي ماتوا. وصدقني لو عملت كده أنا هقدم لك حاجات كتير قدام الحركة دي. سلام مؤقت يا فتحي.